لك يا بني. لعبك يعجبني يا سمك بني. ارفع وادفع مشان الكباب والمشوي. امي عم بطلب قمصان النوم. لا تاخذي قمصان النوم المشلحه، اوقفها بلا ما يطلع علينا حكي. ايه اصلا فرحان ما بيخليني كمان. ايه من هلا عم تتدربي على السباحه تقبر قلبي الهي. يلا تقبريني يلا مشان نغير جو. والله طقت روحنا، شو هالحكي؟ بدنا نتفسح لنا شي شويه من ايام المرحوم ابوكي، ونحن منقول بدنا نطلع شي طلع على البحر. بس الله يرحمه الله يرحمه، كل ما نوينا يطلع لي بشي فني، مره عليه دين، مره بده يدفع للجمعيه السكنيه. لك صحيح احمد طولان هيك، شو صار معك بالجمعيه السكنيه؟ عرفت انت بدهم يسلمونا البيت؟ اي مو من شهرين مريت دفعت الاقساط الباقي علينا؟ قال طلع المهندس جايته الجلطه. واذا جايته جلطه بتوقف البنايه يعني؟ بتتعطل مصالح العالم؟ يجيبوا غيره. البناية لساتها على العظم، وينك وين لحتى يكسوها ويوصلوا للشقة تبعنا؟ وهي وهي لك قيمة من ايدك لتعور لك شي عين حدا. تعرفي لك سما؟ ما بعرف صعبان علي، فهرقت الجيران انا. امي الله يخليك، ادعي معي وادعي لي يخلص البيت بسرعة عشان اسكن فيه انا وفرحان. شو تفضلتي حبيبتي؟ تسكنوا هون؟ يعني انا اذا جوزته بنتي لبدر الدجا خلاص بكون نزلته بخانتي ومسؤوله عنه؟ يروح يشتغل ويدبر لك بيت. اصلا لك بنتي ما بحس بقيمتك اذا ما تعب مشانه، مو يجي ويبلع لي اللقمه سهله. يزبط لي يا عظمه. امك سنه اسنانه على الفروخ. سنه اسناني؟ لك يضرب فهمك يضرب. انتو مو خرج تفكروا بحالكم. لك انت طولان مو لازمك قرشين لحتى تبدا حياتك فيهم تعمل لك شي مشروع؟ بدك تضل هيك عواطلي ولا ناوي كمان تصير صار بيت مثل بعض جماعه؟ حرام عليك يا امي، حاجه حامله مغيبته، شو بده يعمل لك يعني اكثر من هيك؟ هي عزمنا على البحر فرحان. امي تعي سكني معي، ما عم تتذكر شي انت معي يا امي. وديك المزبله شو عم يساوي؟ لك قوم اترك لي هالعصايتين من ايدك وسكر لاختك الشنطه. قوام وطلع على السقيفة جيب لي قطرميز الزيتون. سما هي جديدة. تعا تعا ساعدني بلا فزلك. ايه شايف لطيف يا لطيف، انا شكرا الاغراض كلهم يومين بدنا نقضيهم. معلوم انتو شو على بالكم حبيبي، اكلوا مرعى والا تصنعى. لشوف لما بتصلوا لهنيك شو بدكم تعملوا فيني. امي جعنا، امي بدنا ناكل، شو محضرتينا؟ الله يرحم ابوك بزمانه اخذنا سيران على بسيمه وعصب وطلع خلقه ليش انا اخذت قطرميز المكدوس معي؟ ولاجل الصدف اجت القطه واكلت اللحمه، ولولا قطرميز المكدوس ما كنا تهنينا بشي ورجعنا من نص المشوار. بس شو كانوا مكدوسات لك احمد، بيطيروا العقل. ليش المكدوس؟ بكره شوفي كل فرخ هيك بدي اصطاده. شايف السما شو بعيدة بعد السما بحبك. شو هاد؟ مو تاركه شي بالخزانه الا ودحشتيه بالشنطه. امي بس الضروري الضروري. ايه اذا ضروري ضروري وين؟ امي ليش انت تركتي شغله بالمطبخ ما حطيتيها؟ احمد تعا اترك لي هالعصايتين من ايدك وتعا ساعدها بتسكير الشنطه. طولان تعا. انتوا ما حتقدروا شغلتي الا لما تدوق السمكات اللي بيصطادوا. شفناك بالبر ما فلحت، راح تفلح لي بالبحر؟ انا ماني مصدقه انت تنجح بقى. صحيح يا ابو حميد امتى النتيجه؟ بكره بتشوفيني بالبحر. يعني ايه ان شاء الله، بس امتى النتيجه؟ النتيجه بعد نص شهر. محمد ماني شايفته، وينه؟ ليكون عم يأذي له شيء قزوة. قبل شوي شفته غاطس بالخزانة، يمكن عم يتعلم السباحة. محمد محمد لبست ولا لا؟ امي شفتي لي بكلة شعر الفوشة وينها؟ ايمتى انا حبيبتي كنت ادقر لك غراضك؟ محمد محمد عم بقول جاي ماما جاي. ليش هيك عم تشحط شحط؟ شو داحش لي فيها؟ لا باخذهم معي على البحر. اكيد كمان حاطط كراكيب. يا ربي وطا كانت تقوى علي، هيدا اللعبة اخذها معي لتسلى. لك شلون قافلة؟ وين المفتاح بس؟ ايه ايه انا مفتاح انا مفتاح. ايه اهلين مخالي. مرحبا ام احمد. يي شو لسه ما سافرتوا؟ بنت حلال
كنت بدي دق عليكي مشان اقول لك اعطيك المفتاح قبل ما نمشي مشان الزريعه تسالي اياها، كل يومين بتسقعي، تفضلي ارتاحي. ايه خلص ولا يهمك ابو احمد، انا كل يوم بمر على البيت بشق عليه وبشوف الزريعه. ما خلص اعطيني مفتاح. ما غريز امي ليه يعطيني مفتاح الشنطه؟ لك اشتغلوا على حالكم شوي، هات المفتاح. ما بطل اخذك معي، بطل اعطيك خرجيتك. ها اعطيني المفتاح شوي، افتحي الشنطه. يا عمي شو حاطين بهالشنطة؟ لا تأخذينا جارتنا، على طول معذبينك نحن معنا. ولا يهمك أم أحمد، خلص لا تهيك لي هم، جيران لبعضهم، بعدين شو مالكم معذبيني ولا شيء؟ قلتي لي أسبوعين بدكم تضلوا؟ إيه سهري عازمنا على البحر مثل ما وصيتك أم خالد، ديري لي بالك على البيت وسقي لي زريعة كل يومين. لك لا يكن لك أي فكر، إن شاء الله بتروحوا وبترجعوا بالسلامة. الله يسلمك. وين راح يسلم إيديكي؟ موفقين إن شاء الله. سلامي. أنا أبي لا شو عم تعمل هي عندك؟ إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق أغرق أغرق. مين؟ سمار سمار، إنت فرحان، إنت فرحان. كل مرحبا أخي أحمد، شو جاهزين؟ وين مرت عمي؟ سمار سمار، محمد وين محمد؟ ليش شو الغراض هاي مرت عمي؟ كله 15 يوم مراجعين. ما قلت لك لشو كل هالغراض، ما رديت علي. لك حاجة بقى اسكت أنت، بكره بنطلب الغراض ما بنعم بنلاقي. سمار سمار، تأخرنا بين ساعتين وربع لينطلع الباص. سمار يا لطيف شو حلوة. ليش مو لابس هيك سبور مثلنا؟ سمار مديرنا بالطابة عم يصيف على البحر وانا عامل له حساب، بركي شافني. بركي بنرجع قبل ما تطلع نتيجة البكالوريا ولا نعطي رقم احمد لام خالد تطمنا عليه؟ نرجع بنرجع ما تعمل، نرجع كله 15 يوم وراجعين، شو نحن مهاجرين؟ لا تخافي امي، بعدين رسبان رسبان. لا بكره بتشوفي ناجح ناجح. لا يكفي من تبعك، ان شاء الله هالسنة ناجح. امين. ما قلت لي ابني لقيت بيت؟ يلا يلا ما تعمل بيت ثلاث اربع ساعات لينطلع الباص. يلا 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 رح اروح احط انا راسي لحقتكم. كيفك معاك؟ روح لشوف. اهم برانا عارفين بتمرس بتتدرس بتقرا بتتدرس ارسم برانا ولا حرام؟ شنو انت بتمرس كلها؟ اجري انا اروح كريس تتدرس. يا ميت اهلا وسهلا. سبحان الذي خلقهم. كم دخلوا؟ كم هي الأخينا؟ وصيرا يتفضلوا. على عيني على عيني. تفضلوا تفضلوا، ويلكم ويلكم ويلكم، تفضلوا. كويس كويس، فيري جود فيري جود فيري جود، كويس. شو عم بتقلن اخي ابو وصفي؟ نورني الله يرضى عليك. القطي نفس علي شوي، خليني اعرف كروت معهم الكلمتين. حاكم المصوف الرقبه ابني خلي فيني. ليش ابنك ترجمان؟ لا بالعاده لما بحتاج هيك شغله هي ويكون عندي زبونات اجانب بيجي حضرته وبكروت معهم وبيمشيني الحال. إذا كان اسمع لك اللون في اثنين نوم وهون المطبخ والأكل
الاكل شو بيقولوا له ابو وصفي؟ خلص خلص فهمت علي، انا هلا فهموا، انا بقول لهم مستير مستير اخوي مستير ال This is here هون يعني هيك مزبوط اكل انا شايف كيف الاكل برافو عليك هون اخي هي هير ذيس از هير هون هيك بدروم يس ابو وصفي نعم فهمتن على الاجره وكم يوم بدهن يقعدوا مو اكثر من اسبوع ها شلون بدي فاهم هون لا ما فهمتون قبل لازم يشوفوا البيت ويعجبهم بعدين بنا منقود التفاهم بالمكتب ويني لا تنسي انا قلت لك هذا البيت ما بيسوى اكثر من 1000 ليره باليوم وانا قريب منهم 300 يا شو هالحكي ابو وصفي جيراننا يلي جنبنا اجروا بيتهم ب 2000 ليره باليوم وبيتهم حشوه وما بيشوف شمس وفرشهم من سوق الاروان ايه وجيراننا اللي مقابلنا بيت اللدية هلا لا تاخذيني من الشرق تجيبيني من الغرب ام خالد هي رزقه اجت لعندك كلهم جماعه بدهم يقعدوا 6-7 ايام لا تتدللي عليها وتكرم عينك اذا اجاني زبونات احسن منهم لجيب لك اياهم Good. Not bad. Good. It is very good. Very good. أبو وصفي. نعم. ما تنسى إنه الدفع سلف وما بدنا كاني ماني. أوكي. مستر. مكتب. ألو الطريق فوق مكتب. 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 مستر. بدل كم كم كم. كهكي كون دندلي كهكي كون تنترهي نا نا لا لي لا 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 يهو يا لطيف شو وعدتي شو ها؟ سمعت ما سمعت ايه؟ شو ها؟ ما بعرف ما بعرف ما وين زر الكهرباء؟ عيمينك عيمينك هذا يا فرحان بقلو ايد تكتب بهاي بشمال بقلو ايد تاكل بهاي باليمين ايه عيمينك بلا ايد شيل النظارة فرحان بتشوفه ايه والله تعال ساعدني فرحان تعال ساعدني عطا كتري الله شو هالكركبة؟ ليك البيت قايم عليك ليكون حرامي شو حرامي؟ تبر حالك فرحان انت عمليك لوقتك شو لك هون ميزر ما دخلني تقعد تربطني هلا فرحان شو رايك خبر الشرطة؟ لك 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 لا ليش مسكته؟ لا تلمس شيء لأنه إذا طلعت بصماتك عليه فكروك أنت الحرامي يا حماد بدي اسالك سؤال شو ماما ما معقولي تكون جارتكم ام خالد مستعمل البيت ايه بجوز روح اسالها مش نروح نسالها ايه يعني هيك قلتها معك حق روح شو بقى بتسال روح روح يعني ليه
مو متأخر. مين؟ الوقت. لا لا ما متأخر، روح روح. مين؟ الوقت. روح أحمد، روح يلا. ايه 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 روح معك أحمد. لا 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 خليه 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 فتحة. بروح معه. لا 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 لا. نساوي ما بعرف احمد. قل لي ليش ما بصير مع غيركم هيك؟ كيف يعني؟ ما بعرف، كنت عم حاكي حالي فرحان. شبك متضايق؟ لا مبسوط، يعني مصدقها حالي انه امك رجعنا من الشام للاذقيه، من الاذقيه للشام 400 كيلومتر راحه و400 كيلومتر رجعه مشان انت تضغط لي على قدها، وهي اللي نقلت معه مصعب شي البيت مشان ما يلزمها شيء. ما لقيت انزلت يا فرحان. كم مرة عدتوا فتاة؟ عدتوا فتاة بهي البوابة طول الطريق وانت تهد على امي وعلى فصولها. احمد هلا فيك تفهمني ليش امك نسيت دواء الضغط؟ مو مشان تنكد علينا؟ ما بدي يعني اقعد مع سمر. انا بعرف. شو هالرواية هاي اخترقنا؟ شو بدي يرفع لضغط على البحر؟ ايه برفع ضغط بلد. فوت هاد دواء الضغط وخلينا نمشي. والبيت؟ شو البيت؟ هيك بدنا نتركه؟ ما بعرف شو رأيك؟ خليني أفكر. إيه إيه فكر فكر. أحمد طلع معك شيء؟ ما طلع شيء. طيب هات البؤجي فوتها لجوا وهات ضوء الضغط وخلينا نمشي. بس فرحان تعال فوت معي. شو خايف؟ لا ماني خايف بس يعني انت ما انا خايف انت؟ فوت قبلك؟ فوت. عاوني بالبؤجي. بس بدي افهم شو نوع دواء الضغط اللي بتستعمله امك؟ دورنا مشان صيدليات تلاقيه وكل ما كنا تلاقيه. هوي 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 شي. لا محمد عند الغراض تحت. مزبوط مثل ما قلت لي لك احمد. مزبوط. ود. لك ليش هيك البيت مكوت نكد؟ يو لك شو الرواية؟ انفل عصفور يا لطيف. وينها؟ قوام روح لك احمد دق لي على ام خالد هيك اللي بيستأمنها على بيته. روحي روحي افتحي. امي امي اكتفي لا تلاقيني. قلت لك لا تقعدي بالشمس. روحي افتحي لي الشبابيك قوام الرواية. أمي
نفهم شو القصة. هات امي مين هدول البنت؟ اتصلي بالشرطة، نادوا للجيران اوام. كري جيران، انت مين؟ انت مين؟ اسكتي ليلي. فرحان فرحان. طولي بالك مرت عمي لنفهم شو القصة. فرحان محروق، بتعرفي من البحر محروق. انا ما في سلامتك. كمان قوي كمان قوي كمان قوي كمان كمان كمان. What you do in house مرت عمي؟ We hire this house. We pay money 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 to Mr. Abu Abu. Abu shirt shirt Abu وصف وصف وصفي Abu وصفي. أو أم كارد. أم كارد. أم كارد أم كارد يا أم كارد. يعني أنتو مو جن؟ جن جن جن. people people. أبو وصف أبو وصف أجار بيت أبو وصف. مرت عمي عم يقولوا إن هن مستأجرين البيت. استأجروا بيتنا؟ مين أجروا بيتنا؟ سمار طولي بالك مرت عمي. طولي بالك مرت عمي. عودي ليه ارتاح ارتاحي ليه ارتفع ضغطك. آخي كل ما انظر بتعمل فيني ايش وارتاح اتركني اتركني. مين 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 هدول امي؟ شفتني ام خالد المنظومة شو عاملة فيني؟ دقيت عليه البابا دقيت ما حضرت. راسي رح ينفجر. ولي احمد سمع صوتك رح ينفجر ان شاء الله. هو لا هو هو لا امي ما تعمي ما عندك الضغط. يعني ومثل ما قلت لك يا فرحان عن حسن نية قلت تنفعي شوي لأم أحمد وترعبينه وتنتفعي؟ إسلامة فهمك. نتيجة؟ نتيجة مثل ما قلت لك الجماعة باقي لهم يومين وعلى خاطرة إن رادت بيضلوا هاليومين وإن ما رادت منلاقي حل مو مشكلة. بس أنا رأيي يعني ورأي هاد المرة كانت رح تروح فيها لولا ستر الله. يا علي يا عليك يا أم أحمد بعيد الشر عنها ما كان قصدي هيك. فرحان انت رح تصل بالمستشفى؟ توان حكيتهم بالتليفون قال شي ساعة بيخرج الدكتور. ايه الله يعافيك يا ام احمد ما على قلبك شر ان شاء الله. اخي انا بالبيت وبس تصل ام احمد بالسلامة شو ما بدها انا حاضرة ونرادت المصاري هن بعبي. وسوكو سوكو 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 هيا يا أمانة برقبتك. سمار رح تطلع روحي. سمار رح تطلع روحي. قال يا مشتري الهم من قلب صاحبه. لك شو هالروائح سمار؟ شو بك حبيبي؟ يا مكاشنا هلو هيلو كملك. هذا اللي ناقصني انا هذا اللي ناقصني. شو خير امي شو بدك؟ انا خير راسي رح ينفجر من هالروايح. روحي اشتحي بلا قلة عقل. امي اتركي بعدين هذا غالي كثير صار. امي عن جد ما بشبه الهندية. لك انا بايش وانت بايش؟ اخ يا راسي يا امي 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 وطي صوتك بعدين هتبقيهم موجودين كل يومين وبيروحوا. بنتي بدني مو متحمل انا. لك روحي شوفي خربوا لي البيت. شوفي لي المنظومة شو عم تعمل لي جوا. لك ما يروحوا ياكلوا بالسوق. امي هدول ما بياكلوا بالسوق هدول انسانيين كثير نباتيين. امي اخ يا راسي امي طولي بالك الدكتور قال ما بيصير تنفع لي مشان الضغط. امي فظاعة هالهنوج وايدهم كازورية. شلون بتلبسوها؟ اخي قليتي ومو احمر. فضل فضل. بعدي ريحتها مو حلوة. كويس كويس. اختي كويس وما بدي اكل رح تجيبي لي جلطة انت. ابو وصفي فضل كويس ومو خالد كويس. لا تجيبي لي سيرة ام خالد حبيبتي.
لا تجيبي لي سيرتها، اصلا كل البلاء جاني من وراها. شكيتك لله يا ام خالد، شكيتك لله لن استفاده. بس لك امتى بده يجي خطيب ابو فرحان بس ويفهم لي اياها تحل عني؟ شو هندية طالعة؟ هتخجلني فرحان. كاسات الليشة مرتاسة مرينة هيني لهيني خلاص رايحين رايحين رايحين. ايه ما تعمي رايحين. هاتي بوسة سوكو سوكو بوسة 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 مين؟ فرحان كاسات الليشة. يا نقم أي شو أي سبزيس ليل بريزنت فرن بومبي يا بومبي يا عليه إن شاء الله. وينك زمان زمان؟ تعي تعي شو تعي دقيقة بس شو أمي لكي شو هاد اثنين هاد عاش تعالي شو بيسوى أم أحمد. Thank you thank you. شكريا شكريا حسيتكن مثل ولادي. ترجم فرحان ترجم. شو بدي ترجم مرت عمي؟ لا تبرطين. ترجم لهم اني انا حبيتهم من كل قلبي وما بتمناهم يروحوا بنوب بنوب. اذا بدهم يضلوا بنزل لهم انا الاجره. حبيتهم كثير للجماعه. لك اترجم شبك؟ قبل شوي كنت مثل العصافير. شو صار لك على غفلة؟ ترجم فرحان ترجم له. كتار مرت عمي كتار. بعدين ما عاد في وقت هلا بشرح لهم على الطريق. قالوا طيب ليش ما يسمعوا؟ شو اللي عاجبك فيهم؟ من امتى صرت اصحاب؟ سمار لا تكزع ثاني في اجانب. ها اوعى بتماني عم اقول لك. سمار سمار شو بكي؟ شو زملائك؟ متفق انه مطلع الحركة؟ عارف ليش غيري؟ سمار انا بغاري عليك شيء؟ لا ها سلام 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 باي باي. سلام تفضل سلموا. شو رايحين؟ كثير مالك عليهم رايحين 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 رايحين. سلامة 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 سلامة. كثير مالك عليهم. سلامة 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 سلامة. ما بطول ظريف غالي. أو ماري مهدودة مهدودة مهدودة. سمار سمار أمي طابة عم تلبس تتروم. شو الحكي؟ إيه؟ أمي وين رايحة؟ مشواري كله 5 دقايق ما بتأخر. أمي لا تطمعي بحالك. الدكتور قالك لا تتحركي. ها لا تخافي تقبرين. لا تخافي صرت مثل الحصان لا يكون لك فكرة. هي مهراتا انا مشواري كله 5 دقايق ما بطول. لا تترك البيت بغيابي مثل عصرتك. اوعى وانت ابني خليك تعشى معنا. ايه شكرا مرت عمي الله يديمك الله يحفظك ويسلمك. احمد سمعت مثل ما سمعت يا امك رجاني علي اضحك بعبك ما صارت لحدا غيرك. الله يجيب العوائب سليمة. قلتك بدها شي شغلة مني؟ الله أعلم. يا سنا يا سمار 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 سمار. شوفي أخوك شوفي أخوك شو عامل بحاله. إيه هي رمى شنكة علمته اياها. مو فرحان اني. شو صار معك؟ بشو؟ شو بشو؟ بالبيت تبعنا عش الزوجية. نفس القصة سمار. يا بيت غالي ولا 6 شهور يا اما شو فرحان يا اما شو؟ يا ما بعرف صرت ضايع بنص البلد كلها وما كنت لاقي بيت. ما بقى لي اسكن بالصحراء. شو بهالصحراء؟ مو قيس وليلى كانوا ساكنين بالصحراء؟ لا قيس وليلى. يالا شو قلبك فاضي؟ ايه بدك نتيجة البكالوريا؟ فرحان لا تذكرني بغطى على قلبي.
اخ 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 فرحان تعفكني تعفكني بكبر حافظي. اي تاني احسن. سمار سمار شو بكي سمار 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 دختي طبطي فرحان شو صار معك بشو سمار انا كنت اقول لك على شغلي يعني انتوا بعد ما جربتوا تجربه التاجير انا كنت بقترح على امي لو انه نتجوز وتعتبرنا مستاجرين عندها شو عم تقول يا حبيبي يا حبيبي صار بدك ركضنا على المستشفيات ليش احمد فكرت انا فرحان كثير منيحه يا ما تسمع امك بهالحكي ليرتفع ضغطه وما يعود ينزل اخي انا ما بقصد اعتبروها فكره وما قالي ما هيك سمار 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 كل شو لتدرى امي ولا ما الله يفرجها ولا شو سمار ابو وصل شكرا عمي العفو تفضلي امي روحي كملي الجليات اوان جدي 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 طول عمي هي قهوتك مو طيبه لحالها بركي بتلاقي لي شي بسكوتين الله يرضى عليكي بسكوت ما في عندنا بسكوت لك وينك عمي كعكه بيمشي الحال ما بينعز عنك ابو وصفي انا الكعك ما بجيبه لبيتي بدهدر لانه خلينا بموضوعنا ايه نور عيوني حطيتي لي خبر بالمكتب انه بدك يعني وهي انا بين الايادي امريني بس ما يامر عليك ظالم ولا انت ان شاء الله شوف بدك تخليني ببالك وتجيب لي جماعه زراف مثل اللي جبتهم بغيابي لام خالد مالهم مشاكل كل يومين ثلاثه كل جمعه كل فتره انت بتنتفع وانا بنتفع ونيان من نفع واستنفع ابو وصفي الحياة صعبة بتعرف ايه مو على عيني يا ام احمد شو علي تكرمي بس يعني بلا منقود بحب الفيض نظرك انا زموناتي غير شكل ومضمونين زموناتي بنقيهم من على وش البسطة لذلك انا ما ببل سمسرتي اقل من 30% كتير رافعه لسعرك قلتلك انا زموناتي من على وش البسطة وهدول لا بيعملوا مشاكل ولا وجع راس ودفيعة كل شي بوقته حلو بس انت خليني ببالك ولو انت ببالي وبكرة بيكون عندك من زمان قلبي كان حاسس ايه 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 مرحبا ام احمد اهلين ابو وصفي تفضل شباب ولكم شباب ولكم تفضلوا تفضلوا قهوة قهوة تفضل ام احمد اخي ام احمد شو ها هدول وش البسطة ما قلت لك ما بدي اجر انا شباب